السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. درس النهاردة يا أولاد عن نص كن قويا للشاعر محمود غنيم. يبقى النص بتاع النهاردة بيتكلم عن الشاعر محمود غنيم. تعالي يا أولاد نتعرف الأول على أبيات هذا النص. تعالوا يا أولاد نتعرف على أبيات هذا النص. يا شباب العلم في الواد الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية، لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين، إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نظرة فوق الجباه، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالمين. تعالي يا أولاد نتعرف على أبيات هذا النص مرة أخرى. يا شباب العلم في الواد الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية، لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين، إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نظرة فوق الجباه، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالمين. تعالوا أولاد نتعرف على قائل هذا النص. التعريف بالشاعر، ألك هو الشاعر المصري محمود غنيم، ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية عام 1902، ودرس في المعهد الأحمدي بطنطا ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم، ثم عمل بالتربية والتعليم وله عدة دواوين شعرية، وتوفي عام 1972. تاني، ألك هو الشاعر المصري محمود غنيم، ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية عام 1902، ودرس في المعهد الأحمدي بطنطا ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة دار العلوم، ثم عمل بالتربية والتعليم وله عدة دواوين شعرية، وتوفي عام 1972. تعالي يا أولاد نتعرف على مفردات هذا النص. عندي شباب العلم، المقصود بها طلاب العلم، الوادي الأمين مصر، أشرق أضاء، هزوا أيقظوا وحركوا، النائمين الكسالى، ترجو تتمنى وتطلب، فتيا قويا نشيطا، سالم البنية يعني صحيح الجسم، مقداما شجاعا. الكلمة مضادها، مضاد العلم الجهل، مضاد شباب عجائز، مضاد الأمين الخائن، مضاد أشرق غربة، مضاد الصبح الليل، مضاد قويا ضعيفا،
مضاد مقداما جبانا، مضاد خائر العزم قوي الإرادة، مضاد عييا سليما قويا. تعالوا نتعرف على الكلمة وجمعها. جمع شاب شباب وشبان، جمع العلم العلوم، جمع الوادي الأودية أو الوديان، جمع الأمين الأمناء، جمع الصبح الأصباح، جمع النائم النائمون، جمع جيل أجيال، جمع سالم سالمون، جمع البنية البني. تعال نتعرف على باقي كلمات هذا النص. معنى خائر ضعيف الحركة، معنى العزم الإرادة والصبر، معنى عييا عاجزا، معنى الذل الخضوع والاستسلام، معنى كتب فرض، معنى عنوان الحياة أساس الحياة، معنى نظرة يعني جمالا والمقصود بالحياة هي الوجود، معنى ابعثوها ارسلوها المقصود بالعالمين هو الناس أو الخلق. نشوف الكلمة مضادها: مضاد الذل العزة والكرامة، مضاد المستضعفين الأقوياء، مضاد الصحة المرض، مضاد الحياة الموت، مضاد النائمين المتيقظين، مضاد نظرة قبحا، مضاد فوق تحت، مضاد بسمة عبس، ابعثوها استقبلوها، مضاد رحمة قسوة. طيب نشوف الكلمة وجمعها: مقدام مقاديم، قوي أقوياء، ضعيف ضعفاء أو ضعاف، العزم العزائم، المستضعف المستضعفين، عنوان عناوين، جمع الحياة الحيوات، جمع الجبهة الجباه، جمع بسمة بسمات، جمع شفة شفاه. تعالى يا أولاد نتعرف على شرح هذه الأبيات. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم وجيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية، لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين. يدعو الشاعر في هذه الأبيات طلاب العلم في مصر إلى اليقظة في عصر التقدم وإلى إيقاظ الكسالى القاعدين عن العمل، لأن مصر تريد الرجال الأقوياء الشجعان ذوي الصحة القوية والعافية القادرين على بناء مجدها ورفع شأنها بين دول العالم، ومصر لا تريد الرجال الضعفاء الذين لا صبر لهم على العمل والعاجزين عن النهوض بها ورفع شأنها، لأن الضعفاء محكوما عليهم بالذل والهوان. يبقى يدعو الشاعر في هذه الأبيات طلاب العلم في مصر إلى اليقظة في عصر التقدم وإلى إيقاظ الكسالى القاعدين عن العمل، لأن مصر تريد الرجال الأقوياء الشجعان ذوي الصحة القوية والعافية القادرين على بناء مجدها ورفع شأنها بين دول العالم، ومصر لا تريد الرجال الضعفاء الذين لا صبر لهم على العمل والعاجزين عن النهوض بها ورفع شأنها، فالضعفاء محكوما عليهم بالذل والهوان. يقول لك الفكرة الأولى في الثلاث أبيات الأولانيين: يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم مجيلا فتية، سالم البنية مقداما قوية، لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين. مواطن الجمال في هذا النص:
يا شباب العلم، هنا نداء لطلاب العلم، وهذا يدل على حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر، يعني في أنحاء مصر. يا شباب العلم، هنا نداء، يا حرف نداء، والنداء هنا لطلاب العلم، وهذا يدل على حب الشاعر لشباب العلم في ربوع مصر. المقصود بالوادي الأمين أو جمال التعبير في الوادي الأمين، قال لك هذا تعبير جميل بيدل على وفاء مصر، ووصف النيل أنه أمين على شبابه ويعطي من أعطاه. يبقى تعبير جميل يدل على وفاء مصر، ووصف النيل بأنه أمين على شبابه ويعطي من أعطاه. أشرق الصبح، هذا تعبير جميل بيدعو فيه الشاعر أشرق الصبح، يدل على التفاؤل والأمل في المستقبل. هذا تعبير يدل على التفاؤل والأمل في المستقبل. هزوا النائمين، هنا أسلوب أمر غرضه الحث على النشاط واليقظة. هزوا النائمين، هنا أسلوب أمر الغرض منه الحث على النشاط واليقظة. مصر ترجو، هنا تعبير جميل حيث شبه مصر بإنسان يتمنى ويطلب. مصر ترجو، هنا تعبير جميل حيث شبه مصر بإنسان يتمنى ويطلب. طب عندي كلمة مقداما وفتيا وقويا، قالك هذه كلمات تدل على القوة والعزة والكرامة. يبقى مقداما فتيا قويا، هذه كلمات تدل على القوة والعزة والكرامة. تعالوا نتعرف على تدريبات هذه الفكرة. بما نصح الشاعر الشباب في الأبيات، قالك نصحهم باليقظة والنشاط وعدم الغفلة والاهتمام بالصحة ونشر الوعي الصحي في كل مكان، ونصحهم أيضا بالإرادة القوية والعلم. السؤال اللي بعده، كيف يمكن أن تحافظ على صحتك؟ باليقظة والنشاط والنظافة المستمرة والبعد عن كل ما يفسد الصحة والجسم. يبقى باليقظة والنشاط والنظافة المستمرة والبعد عن كل ما يفسد الصحة والجسم. السؤال اللي بعده، ما صفات الجيل الذي ترجوه مصر؟ أن يكون جيلا قويا نشيطا صحيح الجسم شجاعا مقداما قوي الإرادة قادر على بناء مجدها ورفع شأنها وتحقيق أهدافها. السؤال اللي بعده، ما الجيل الذي لا ترجوه مصر؟ لا ترجو الجيل الضعيف مسلوب الإرادة المريض العاجز عن النهوض بالبلاد، لأنه بذلك محكوم عليه بالذل والهوان. إنما الصحة عنوان الحياة، فانشروها نظرة فوق الجباه، وارسموها بسمة فوق الشفاه، وابعثوها رحمة للعالمين. هنا شرح البتين يقولك إن الصحة هي أساس الحياة الناجحة، وفيها نقدر على العمل، وبها نقدر على الجهاد في كل الميادين الحياة، ونشعر بجمال الدنيا. فعليكم يا طلاب العلم في مصر أن تنشروا الوعي الصحي بين الناس، ليظهر أثر الصحة جمالا على كل الوجوه. وعليكم أيضا أن تنشروا الوعي الصحي في كل مكان، لكي يسعد الناس في حياتهم وترسم فوق شفاههم البسمة. فالصحة رحمة من الله للناس. يبقى أن الصحة هي أساس الحياة الناجحة، وبها نستطيع أن نقدر على العمل ونقدر على الجهاد في كل ميادين الحياة، ونشعر بجمال الدنيا. فعليكم يا طلاب العلم في مصر أن تنشروا الوعي الصحي بين الناس، ليظهر أثر الصحة جمالا على كل الوجوه. وأيضا أن تنشروا الوعي الصحي في كل مكان، لكي يسعد الناس في حياتهم وترسم فوق شفاههم البسمة، لأن الصحة رحمة من الله للناس.
الفكرة الثانية، الصحة عنوان الحياة. بقول لك إنما الصحة عنوان الحياة، هنا جمال التعبير فيها، قال لك هنا تعبير مؤكد بإن وما، وهذا يدل على أهمية الصحة والحرص عليها. يبقى إنما الصحة عنوان الحياة، قال لك ده تعبير مؤكد بإنما، وهذا يدل على أهمية الصحة والحرص عليها. نظرة، قال لك ده تعبير جميل حيث شبه الصحة بالنبات الأخضر الذي يجذب المشاهد. يبقى شبه الصحة بالنبات الأخضر الذي يجذب المشاهد. فانشروها فوق الجبال، فانشروها فوق الجبال، قال لك ده تعبير جميل حيث صور الصحة بأنها تاج فوق رؤوس الأصحاء. تعبير جميل، صور الصحة بأنها تاج فوق رؤوس الأصحاء. ارسموها بسمة، قال لك ده تعبير جميل حيث صور الصحة ببسمة ترسم فوق الشفاه، وهذا يدل على ضرورة التمسك بالصحة والحرص عليها. يبقى ارسموها بسمة، تعبير جميل يصور الصحة بسمة ترسم فوق الشفاه، وهذا يدل على ضرورة التمسك بالصحة والحرص عليها. تعال نتعرف على التدريبات هذه الأبيات. كيف تكون الصحة هي أساس الحياة؟ قال لك بتحقيق النشاط والعزيمة، بتحقيق النشاط والعزيمة. بما نصح الشعر الشباب في الأبيات ولماذا؟ قال لك نصحهم باليقظة والنشاط وعدم الغفلة والاهتمام بالصحة ونشر الوعي الصحي في كل مكان، ونصحهم أيضا بالإرادة القوية والعلم. يبقى نصحهم باليقظة والنشاط وعدم الغفلة والاهتمام بالصحة ونشر الوعي الصحي في كل مكان، ونصحهم بالإرادة القوية والعلم. لماذا خص الشاعر شباب العلم بتحمل المسؤولية؟ قالك لأنهم قادرين على نشر الوعي الصحي بين الناس وبناء مستقبل مصر الباهر. يبقى لأنهم قادرين على نشر الوعي الصحي بين الناس وبناء مستقبل مصر الباهر. قالك اهتم الشاعر بالشباب الأقوياء لماذا؟ لماذا اهتم الشاعر بالشباب الأقوياء؟ قال لك لأن الشعر يدرك أن مستقبل مصر في أيدي أبنائها القادرين على رفع شأنها في كل المجالات، فإذا كان شباب البلاد أقوياء كان المستقبل عظيما، أما إذا كان الشباب ضعيفا كان المستقبل غامضا ضعيفا. يبقى لأن الشعر يدرك أن مستقبل مصر في أيدي أبنائها القادرين على رفع شأنها في كل المجالات، فإذا كان شباب البلاد أقوياء كان المستقبل عظيما، أما إذا كان الشباب ضعيفا كان المستقبل غامضا ضعيفا. أيهما أجمل ولماذا؟ هز النائمين أم نادوا النائمين؟ لك التعبير الأول أجمل لأنه يدل على الإصرار على إيقاظ النائمين وتحريك الكسالى ودعوتهم لليقظة والنشاط. أما التعبير الثاني فهو نداء على النائمين، يمكن أن يستجيبوا له أو لا يستجيبوا له. يبقى التعبير الأول هو الأجمل. اقرأ وتأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عايزة نعرف معاني كلمات هذا الحديث. معنى الشديد القوي، الصرعة المقصود بها هي القوة الجسمية، ملك يعني تحكم وسيطرة، الغضب المقصود به الانفعال. طيب، نشوف الكلمة مضادها. الشديد مضادها الضعيف، السرعة مضادها الهزيمة، ملك فقد، الغضب الرضا. تعالوا نتعرف على تدريبات هذا النص. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين، مصر ترجو منكم وجيلا فتية سالم البنية مقداما قوية.
السؤال الأول بيقول: لماذا خص الشاعر شباب العلم بالنداء؟ يبقى خص الشاعر شباب العلم بالنداء لأنهم قادرين على نشر الوعي الصحي بين الناس وبناء مستقبل مصر الباهر. يبقى أنهم قادرين على نشر الوعي الصحي بين الناس وبناء مستقبل مصر الباهر. ما صفات الجيل الذي تعتمد عليه مصر؟ صفات الجيل أن يكون جيلا قويا صحيح البنية شجاع وليس الهزيل الكسول ضعيف الإرادة. على من كتب الذل؟ يبقى كتب الذل على الضعيف الكسلان ضعيف الإرادة والعزيمة. يبقى كتب الذل على الضعيف الكسلان ضعيف الإرادة والعزيمة. أيهما أجمل ولماذا؟ فهزوا النائمين أم فنادوا النائمين؟ يبقى التعبير الأجمل فهزوا النائمين أجمل لأنه أقوى في إيقاظ النائمين من مجرد النداء. يبقى فهزوا النائمين أجمل لأنه أقوى في إيقاظ النائمين من مجرد النداء. إنما الساحة عنوان الحياة فانشروها نظرة فوق الجباه وارسموها بسمة فوق الشفاه وابعثوها رحمة للعالمين. ما المقصود بالساحة عنوان الحياة؟ قالك أن الساحة هي أساس الحياة السعيدة، بها نعمل ونشارك وننتج ونشعر بجمال الدنيا. السؤال اللي بعده: بما أمر الشاعر الشباب في الأبيات؟ يبقى أمرهم أن ينشروا الوعي الصحي بين الناس لكي يسعد الناس في حياتهم وترسم فوق شفاههم البسمة. يبقى أمرهم أن ينشروا الوعي الصحي بين الناس لكي يسعد الناس في حياتهم وترسم فوق شفاههم البسمة. ما الجمال إنما الصحة عنوان الحياة ارسموها بسمة؟ يبقى الجمال إنما الصحة عنوان الحياة قالك هذا تعبير مؤكد بأن يقوي المعنى. يبقى تعبير مؤكد بأن يقوي المعنى. ارسموها بسمة هنا تعبير جميل يصور الصحة، بسمة ترسم فوق الشفاه. يبقى تعبير جميل يصور الصحة، بسمة ترسم فوق الشفاه. ولك هات مما حفظت ما يدل على أن مصر لا تريد شبابا ضعيفا. يبقى البيت بيقول: لا ضعيفا خائر العزم عيية، كتب الذل على المستضعفين. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونلقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.